المستوى المميز الذي ظهر عليه محمد الشناوي حارس الأهلي هذا الموسم جعله الأفضل في مصر، خاصة بعد المستويات التي قدمها مع الفريق الأحمر في الدوري وبطولات إفريقيا. مستوى الشناوي حاليا يجعله يغرد منفردا في حماية عرين المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، رغم وجود أكثر من حارس جديد ظهر في أندية الدوري مؤخرا، ولكن ما قدمه الشناوي مع الأهلي يجعله يتفوق على الجميع في الاختيارات، ويكفي الأرقام التي حققها في الدوري وكيفية الحفاظ على شباكه نظيفة بجانب التصديات التي قام بها والتي كانت سببا رئيسيا في تتويج الأهلي باللقب قبل النهاية، بجانب دوره في تواجد الأحمر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. البلجيكي ميشيل يانكان لعب دورا محوريا في مستوى الشناوي بعد تطوير أدائه ونجاحه في علاج القصور التي كان يعاني منها السنوات الأخيرة، فظهر الشناوي بثوب الإجادة في معظم الأوقات. ورغم ما قدمه حارس الأهلي، ولكن يتوقع أن يظهر معه في المنافسة كل من محمد أبو جبل أو محمود جنش من الزمالك، بجانب محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، ومحمود جاد حارس أمبي، والمهدي سليمان حارس بيراميدز، وكل ذلك سيكون في مصلحة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة من خلال اكتساب أكثر من حارس مميز. في النهاية، هل ينجح الشناوي في كتابة تاريخ خاص به في حراسة المرمى بالأهلي ومنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة؟